زين، نجي حاليا نوضح السبب. السبب انه ليش الريبيتد روت على الجي اوميجا اكسس تخلي لي النظام غير مستقر بصوره عامه بسهوله، انه اخذ هذا هاي الداله اللي بيها ريبيتد روت، تشوفون اس سكوير زائد شنو اوميجا تربيع في الكل تربيع مثل هذا، تشوفوا هذا يعني خلنا لو اخذ لابلاس انفيرس راح تطلع عندي، راح تطلع عندي تي مضروبه بساين. ايش تعني هاي التي مضروبه بساين؟ هذه تي تزداد يعني، فاذا الزمن الاول 1، الزمن الثاني 2، مو 3 4 5 للمية، وبذلك هاي شنو قاعد تزداد، فالاهتزاء، وهاي ساين الذبذب، وبذلك شنو راح يصير؟ السيستم انستيبل. واضحه ليش انه الريبيتد روت تخلي لي النظام انستيبل؟ لهذا السبب. واضح يعني الريبيتد روت على الجي اوميجا اكسس. طبعا كذلك هذا مثال اخر، هنا طلعت شنو تي في كوساين. كذلك هذا مثال اخر، هنا أنا لو كان عندي اس بالصفر واس هم بالصفر يعني 2 روتس اس ايكوال تو 0 راح يطلع عندنا شنو تي، والتي ازداد مع الزمن. واضحه عيني؟ هذا السبب اللي يجعل الريبيتد روت انستيبل، ان شاء الله واضح. زين سؤال، هل المارجنال ستابيليتي امبلاي بيبو ستابيليتي؟ نو. ليش؟ خلينا نجي نشوف ليش. انه اذا كان نظام مارجنال ستيبل هو شنو مو بيبو ستيبل؟ ليش؟ لو خدنا ترانسفير فانكشن مثل هاي امامكم، تشوفون هنا الاس يساوي لي موجب سالب جي، واضح؟ خب هنا أنا شنو مو ريبيتد روت على جي اوميجا اكس. لكن المشكله اذا دخلنا له اشاره هاي اليو يساوي ساين، وعدها جذور نفسهن راح تتراكمن يعني. شوف شوف لو تاخذ لابلاس انفرس للساين تطلع عندك 1 على اس سكوير بلس 1، وذلك عندك هنا سمبل روت، وهنا هم سمبل روت بس بنفس المكان، فتراكمن صار شنو ريبيتد روت. الاوتبوت مالته ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شنو؟ تي ساين، وبذلك شنو؟ يزداد. فواضحه سبب انه المارجنال ستيبل ما اقدر اعتبره شنو؟ بيبو ستيبل. ليش؟ لانه راح يعتمد على من؟ على الاشاره الداخله. فاذا كانت الاشاره الداخله مو بنفس التردد مالت شنو؟ مالت الجذور مالته، فلذلك هو يبقى مارجنال ستيبل. اذا لا والله بنفس التردد راح شنو؟ راح يصير عندي شنو؟ انستيبل. فكل الملخص مات الفكرة عيني مات محاضرة الستابلتي اللي حاليا اللي دا ناخذها، انه انت توجد جذر الكاركترستيك اكويشن وتوجد جذورها. جذورها اذا طلعت موجبة يعني خلينا نقول بهذا الطرف دي شوفوها، فهي شنو؟ انستيبل. جذورها اذا طلعت سالبة هنا شنو نقول؟ يا هو ستيبل، اما تقول بيبو ستيبل او استمتوتيك ستيبل او ستيبل. مارجنال ستيبل شنو؟ اذا كان الريال بارت شنو اصغر او يساوي صفر هنا، والروتش بيها غير مكرره بس سمبل روت مو ريبيتد روت. الريال مالتها يساوي صفر يعني اللي هي على الايماجينري اللي هنا، اذا كان سمبل روت تقدر تقول عليها شنو؟ مارجينالي ستيبل، سمبل روت على جي اوميجا اكسس. واذا كانت ريبيتد لا تقدر تقول عليها شنو؟ انستيبل. واضحه عين الفكره؟ خب سهله وبسيطه. وعندنا هاي امثله عيني هاي امثله براكتس عندكم، انه هل هذا النظام مستقر او ما مستقر؟ هاي هذا الروت شنو؟ عندنا اس يساوي صفر واس يساوي صفر، وبذلك شبي انستيبل، واضح؟ لانه ريبيتد روت على جي اوميجا اكسس. هذا النظام هل هو مستقر او غير مستقر وليش؟ انتم جاوبوا عليهم. هذا النظام هاي هم امثله مهمه، شوفوا لنا شنو ستيبل، مارجنال ستيبل، يون ستيبل. واضح يعني؟ فالملخص مات الستابلتي مات هاي المحاضره، انه يعني البيبو ستيبل والسمبتوتيكال ستيبل نفس نقدر نقول ستيبل اذا كانت الجذور وين؟ باليسار او سوالب. انستيبل اذا كان عندي جذر واحد باليمين او موجب. مارجنال ستيبل اذا كان شنو؟ الجذور على الجي اوميجا اكسس، وشنو؟ ان ريبيتد روت. اذا ريبيتد روت على الجي اوميجا اكسس هم نقول عليه شنو؟ انستيبل. كل ما هنالك انت توجد شنو؟ جذور مقام الترانسفير فانكشن. واضحه عيني؟ ان شاء الله سهله وبسيطه.